سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دوزتوا الايام الاولى في رمضان بخير، دخل عليكم ولا دخلتوا عليه. فاليوم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد معايا في القناه. فكما كتشوفوا بديت معاكم من الكوزينه، راكم عارفين في رمضان ما كنخرجوش منها. فكيف ما كتشوفوا هنايا كنقاد هذا كفيته، درتها دغيا دغيا بالزربه، قطعت تما بصيله وفلفله حلوه حمراء، ودرت لها شويه الملحه والبزار وخليتها حتى تقلى حتى تبلات هكذا حتى طاحت. عرفتي كتجي لذيذه البنات، الفلفله حلوه مع الكفته كتجي خطيره، غير جربوها، كطلق واحد البنه فنه، حتى المريقه ديالها كتجي زوينه ومعسله. ايوا صافي، شرملت ديك الكفته بحال هكذاك ودرتها في المقيله دغيا دغيا الفطور ديال الزربه. ايوا وخليتها كطيب على خاطرها. وهذا ومن بعد قطعت شليضه بمطيشه والخيار والبصله، الشليضه العاديه اللي تنديرو. هانتوما البنات، شوفوا كي كتجي، كتجي غزاله، مازال ما طابش، من بعد غادي يتعسل ديك المريقه كتعسل مع الفلفله الحلوه. خليتها كطيب على خاطرها، نقصت عليها هنايا الشليطه اللي صاوبت، شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، وعصرت عليها شويه ديال الحامض والزيت البلديه. كتعجبني بحال هكذاك، كتجي زوينه ديك الخل، لان كتعجبني ديك الشلاضه اللي كتكون شويه حامضه. ايوا ها فطورنا وجد ان شاء الله، فطور اكسبريس، العصير شليضه، شويه ديال لي فخيت، الزعلوك، وكتجي شتي كيجي كي كتجي البنات، كتجي زوينه معسله ديك البصيله وديك الفلفله حلوه. ايوا اللهم اديمها نعمه يا رب. هنا نحضر معكم انا ومروه واحد البانكيك اللي كيجي ساهل وكيعجب الوليدات الصغار وما فيهش مقادير بزاف. عندنا جوج بيضات، عندنا 250 غرام ديال الدقيق، 250 مليلتر ديال الحليب، خماره وحده، واحد ساشي فاني، رشه ملح، خمسة المعالق كبار ديال زيت المائده، وجوج معالق كبار ديال سنينه. مروه فرحانه كتغني عليا. فهنايا درنا جوج بيضات، رشه ملح، جوج معالق كبار ديال السنيده، واحد صاشي فاني، وغنخلطوا الكل مزيان كيف ما كدير مروه. ونزيدوا عليهم خمسة المعالق ديال زيت المائده، خمسة المعالق كبار. نعاودوا نحركوا مزيان ونبداو نزيدو الحليب شويه بشويه، 250 مليلتر ديال الحليب. ناخدو خماره ديالنا نخلطوها مع الدقيق،
لي ديجا مغربل، وكنبقاو كنضيفو في الدقيق شويه بشويه وحنا تنخلطو. فتنخلطو مزيان الخليط ديالنا. هنا مروه حصلت الخليط كيكون بحال هكذا، كيجي شويه ثقيل. كناخدو مقيله ديالنا فين كان فاش كنديرو لي كريب، وكنبداو شويه بشويه كنطيبو. فكيف ما كتشوفو دغيا كيتحمر، دغيا كيوجد في دقائق. ساهل ماهل، فرحوا به وليداتنا علاش لا. فهنا يا مروه غادي دير لكم واحد البانكيك، وما نقول لكمش واحد البانكيك راكم عارفين دابا الوليدات مع الحجر الصحي كيقنطوا، فماشي ماشي مشكل نعطيوهم مره مره هكا شي حاجه يديروها يعاونونا يدخلوا معنا الكوزينه باش هكا يتلهاو شويه ويعمروا الوقت ديالهم بشي حاجه، ما يبقاوش غير التلفازه التليفون، فما فيها بس. ها هو البانكيك ديالنا وجد كيف ما كتشوفوا، ساهل ودغيا كيوجد. نعطيه ليها مع شوكولا شوت، فرح به لان هي اللي دارته، وكنتمنى تجربوه ويعجبكم. وما تنساوش الاشتراك، وما تنساوش اش ما ينساوش يا مروه لايك ديروا ماما ديالي وبسلامة عليكم. سلامة سلامة.